الو، ايوه يوسف، انا نادين. نادين انت فين يا نادين؟ انا عند مامتك في البيت، وفي واحده مجنونه بتقول انها مراتك. واحده مين دي؟ بنت الشيمي اللي انت بتشتغل عنه. غاليه؟ ايوه غاليه يوسف، هي غاليه. رد عليا، قولي انها مجنونه، قولي انها كدابه. صح، انت مش متجوزها صح؟ هاتي التليفون ده، قولي انها بس بتقول كده بس عشان عايزه تضحك عليك، يعني عايزه تستغلك، يعني عايزه تضحك عليك بفلوسها. صح، رد عليا يا يوسف، قولي انها مجنونه. رد عليا يا يوسف. طب اديها يا اختي تكلمه. رد عليا مراته برضه. رد عليا عشان خاطري، عشان خاطري يا يوسف. رد عليا، رد عليا يا يوسف، رد عليا يا يوسف، رد عليا. بس يا حبيبتي، بس بس اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي. ايوه يا يوسف، انا مستنياك في البيت. منك لله، منك لله. بس يا حبيبتي تعالي اقعدي، تعالي 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 اقعدي. بس هي سعادتك برضه يعني ما كانش المفروض انها تنشر، انما هنعمل ايه؟ هي اللي جابت نفسها. عارف سعادتك، احنا لما روحنا رئيس التحرير اللي كانت شغاله معاه اكتشفنا ان الراجل كان رافض النشر من الاساس، مش عايز يجيب لنفسه مشاكل، وده السبب اللي خلاها تسيب الجورنال. انا اسلوبها جذاب والموضوع لطيف، يستاهل النشر. يعني سعادتك نلغي ولا؟ هل الموضوع يستاهل التضحية؟ في عمل في الدنيا يستاهل ان الانسان يضحي بنفسه عشانه؟ يمكن لو كان الموضوع ده اتنشر وتعمل له البروباجندا المناسبة كان يبقى للتضحية قيمة، كانت تبقى بطل. للأسف مفيش حد هيعرف يضحي بنفسه ليه. هو سعادتك متضايق لها يعني؟ قيمة الإنسان بتتحدد بقيمة الهدف اللي بيضحي عشانه. لازم يبقى الإنسان عنده طموح. على الله، هي بقى لها قيمة بعد موتها. أتمنى. ما بحبش الخيانة، ما ظنش في حد في الدنيا دي بيحبها، لا كويس ولا وحش. بتوجع، قابلت رجالة كتير قوي قبل كده، عمري ما حبيت ولا واحد منهم. كنت بدور في كل واحد منهم على حاجة أنا محتاجاها، بس عمري ما لقيتها. للأسف لقيتها فيك انت بس. او يمكن اتهيأ لي اني لقيتها فيك انت بس. لحد ما قابلت اللي اسمها نادين دي. دلوقتي انتي سمعتي منها، ممكن تسمعي مني انا كمان؟ تفتكر هتفرق؟ طب انتي ما سألتيش نفسك انا ممكن اكون عملت كده ليه؟ سألت نفسي كتير قوي، مليون مرة، ما لقيتش رد يا يوسف. لو رد موجود مش هيكون عندك انت، عشان انت هتكدب تاني، وانا مش قادر اسمع منك ولا نص كلمه. انت اصلا ما سالتنيش عشان اكدب عليكي. عايزني اسالك ايه؟ في واحده بتحب واحد وعايزه تتجوزه، هتروح تساله انت متجوز ولا لا؟ الحاجه دي لو موجوده يبقى هو لازم يقول.
خبيت عليا ليه؟ كنت مستني ايه عشان تقولي؟ لا وايه؟ في نفس الوقت بتقولي بحبك وبتعاشمني بدنيا حلوة جدا وانت نايم في حضن واحدة تانية يا يوسف. انت عارف دي بتوجع قد ايه؟ ممكن تقولي انت عملت كده ليه؟ انا هقولك. مش عايزة اسمع. عشان انت نسخة من سعيد بس انا نسخة. حاسبي على كلامك يا غالية. حاضر. هحاسب على كلامي وهسمعك كويس قوي يا يوسف زي ما كنت بسمعك من اول ما عرفتك لغاية دلوقتي. بسمعك وانا مبسوطة، بسمعك وانا مرتاحة وبمزاجي. عشان انت دلوقتي انت اللي هتسمعني غصب عنك. طلقني يوسف. اطلقك ده ايه يا غالية؟ طب على الاقل اديني فرصة عشان ادافع عن نفسي، عشان اتكلم، عشان اشرح لك. لا، انت هتطلقني الاول، بعد كده هبقى اسمعك زي ما انت عايز وهترجع لي البازار كمان. بازار؟ هو ايه اللي دخل الشغل والبازار في كلامنا دلوقتي يا غالية؟ انتي وعايزاها ايه؟ عيب؟ يعني انت دلوقتي بتحطي لي شرط عشان تسمعيني وتفهميني اني ارجع لك البصر؟ يبقى اخبط راسك في الحيط أو أعلم في خيلك اركبي أو روحي اشربي من البحر أو التلاتة مع بعض لو تحبي. ويكون في علمك الهيلمان الحلو اللي انت عايشة فيه ده كله عايزك تنسيه، لأن أنا هاخدك وهحطك في أوسخ أوضة عندنا في الحارة وأخليكي تكنسي وتمسحي وتغسلي ومش هطلق، وهبقى أجيلك في الأوضة دي لما يبقى يجيلي مزاج. يا ويسي خلاص بيها! انا عارفه انت اتجوزتني عشان فلوسي، عشان فلوس ابويا يا واطي يا بتاع الحوالي. راسي وتكلمي على قدك، ولما تكوني بتكلمي جوزك تكلميه باحترام. فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا مش هغرس عليكي دلوقتي عشان عارف ان القرش بيحرق صاحبه، لكن قسما بالله قله ادب زياده هوريكي بتاع الحواري ده بيعمل ايه. هي بتاعت اللوكندات. زبالة. اه